شكلوا لنا نوع موسيقي مميز، مثلوا المغرب في العالم كامل، كنفتخروا بهم. من اوائل مجموعات غنائية الناجحة في المغرب اللي بداوا سنة 2001. بغيتكم تصفقوا لي على ضوء وشمعة الأغنية المغربية. سيداتي، آنساتي، سادتي، 3 2 1. ما سمعتكمش الفلاير بالجد. 3 2 1. لا 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 وليك لا. نعاودوها نعاودوها نعاودوها. ثم للفوق ثم للفوق. 3 2 1. شحال هذا ما قصرنا معكم. 1 2 3. يلا حدي راسك، كلشي ديال الفوق في غرفته. زيد 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 السلام عليكم. معكم جروب فناير، حنا في طنجة دابا الجولة ديال اتصالات المغرب الصيفية. حنا يلاه سنزلنا من طنجة، الجمهور ديال طنجة كان مزيان غدا. رائع جدا غدا. جوج كلمات، الجمهور ديال طنجة بقاسم الله ضرع غدا ان شاء الله. شنو كاين غدا؟ نعمة زيدي غدا المضياق طاون. غدا المضياق ان شاء الله غادي يكون رائع. الجمهور زوين دائما، الجمهور ديال طنجة راه محبوب كما قال لكم خليفة. دابا راه فيه الناس جايين على برا من هنا، الجالية المغربية كنتلاقاو، كتكون الفرصة ديالنا ديالنا كنشطوا معاهم. الجديد الجديد شو الجديد راك بفيراري وجاي، ثم ينتظروا قليلا وسنبرعكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. تبارك الله عليكم، معكم فينا ايوب صغير. تعرفنا بأول حاجة في الصحافة اللي ديما معنا، وشكرا لمهرجان اتصالات المغرب الشواطئ اللي صراحة عطاتنا فرصة كفنان محلي ود مدينة. طلعنا وقابلنا واحد الجمهور اللي واعر بزاف بزاف، وشكرا بزاف للتغطية الصحفية اللي كتكبر بينا. وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. شنقول لك؟ تفاعل واعر بزاف، تفاعل حسن من انستغرام، حسن من اليوتيوب، حسن من تيك توك، حسن من كل شيء والله العظيم. يعني ديك الشيء اول مره كنطلع كنتفاعل مع واحد الجمهور كبير يا ولاد مدينتي والمغرب كامل كان حاضر هنايا. وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.